راكم تهضيتوا فينا من درتونا حد من هنا. الحمد لله. سيد الوزير بزاف رانا مرحبين بك حتى. جايبكم ياسر بخير. 5000 كتار غادي تجي ان شاء الله. يلاه تبارك الله. رانا مرحبين بالسيد الرئيس قمة الترحيب ومرحبا به وسهلا به في الداخلة ولاهي نهدوا له هدايا قيمة. هذه الصورة للسيد الرئيس، هذه هي الأولى البركة، هذه لك باسم قبائل جهة وادي الذهب القويرة، هذه لك باسم قبائل جهة وادي الذهب القويرة، نسخة من المصحف الشريف عمرها 400 سنة. هذه قمة الهدايا وهدية منا إلى صاحب الجلالة نصره الله وأيده، والسلام عليكم ورحمة الله. لقاء كيفاش كان السيد الرئيس معك؟ ولقاء معايا الشيوخ وكاين ترحيب كبير، وبالحقيقة الوقت ما كنجيو للداخلة كنرتاحوا مع الناس ديالها، الناس طيبين، يعني كاين واحد الأصالة وكاين واحد العمق، وما يمكن لنا إلا نكونوا فرحانين بهذا الاستقبال. بالحقيقة جينا السيد الرئيس عزيز خنوش كمناضل في حزب التجمع الوطني الأحرار، نحن نفتخر به كثيرا ونعتبره مكسب جليل جدا، وهو من اللي يعرف إلى أين يذهب، وقد اختار المكان المناسب. وأعتقد أن حزب التجمع الوطني الأحرار سيقفز قفزة نوعية استثنائية في هذا الإقليم، ونحن ورعايا صاحب الجلالة وعزيز خنوش ليس غريبا علينا، وأغراس إعداد مكسب سياسي للجهة، فهو يحدد مسار الحزب بإشراك المواطنين المناضلين والمنخرطين والمتعاطين للحزب، بعيدا عن تراتبية البيروقراطية القاتلة للطاقات، بعيدا عن الاستعلاء القيادي الذي يحول خزان كفاءات من الى جيش من التابعين بدل نخبه من الفاعلين. كيف ترون حزب هذا التجمع الوطني في الشهور القادمه هنا في الداخل الاقليم؟ اليوم نحن نشكل استثناء على الساحه السياسيه في الداخل والداخل، ولقاء في الميدان، وعندنا لا نجاح ان شاء الله. معلوم ومضبوط وزياره مناسبه السيد خنوش والبرلمان حد مين والسيد المدير ديال الغرفه الفلاحيه، هذا قال لي غازين وناشطين طلبتوا منه شي حاجه؟ ما نطلبوا منه لا الخير، هو خصنا نتعاونوا في المصلحه العامه.